المهني بالبطاقة المهنية في المقاولة الإعلامية. المجلس الوطني للصحافة دوره الذي أصبح يتمركز حول البطاقة المهنية أصبح متجاوزا، ونعتبر أن البطاقة المهنية هي من اختصاص المقاولة الإعلامية، لأن مدير النشر هو المسؤول، هو الذي يقوم بتوظيف الصحفيين والمتعاونين والمراسلين، هو الذي يقوم بتصريح بمدى السلطوم الوطني للضمان الاجتماعي. إذا كان هناك هذا الاعتبار الذاتي لتسيير البيع أو ما يسمى بالتسيير الذاتي، ونحن نعرف الآن من هم المسؤولون عن هذا التسيير الذاتي، فكيف نثق في أناس أثبتت أحزابهم بأنهم أحزاب فاسدة، أحزاب فاشلة، أحزاب راكبت كل الأخطاء السياسية سواء في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، أن يتحملوا واجهة من أخطر الواجهات وهو القطاع، قطاع الإعلام، قطاع الصحافة والنشر. اليوم بات علينا أن نوجه معركتنا نحو تصحيح المشهد الإعلامي ببلادنا، ومرتكزاته الأساسية هي تتمثل في المراجعة الحقيقية وصريحة وواضحة وشفافة للقوانين المقدرة للمهنة. لنرى ماذا يعمل أو ما تسمى اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني، أشغال المجلس الوطني. المفترض كما جرى العادة دائما، ونحن الآن سأفتح نافذة على الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة وبين النقابات الأكثر تنفيذا. الحكومة الآن بعد التوقيع على مذكرة التزام بتنفيذ الاتفاق ديال 30 أبريل 2024 والتي تم التوقيع عليها يوم 19 أبريل 2024، تم الاتفاق على أن هناك ستجري مناقشة القوانين عدد من المشاريع، قوانين سواء قانون الإضراب أو إصلاح أنظمة التقاعد أو ما يتعلق بمدونة الشغل، ولكن الحكومة ستعمل على إعداد مشاريع قوانين وتقدمها للنقابات ويتم التداول فيها على طاولة الحوار الاجتماعي. شنو عمل ما يسمى باللجنة المؤقتة؟ الغريب في الأصل هو أنها نشرات على الموقع المنصة ديالها كتقول تعلن هذه اللجنة أنها طبقا لاختصاصها كذا إلى آخره في أمور اقتراح الإجراءات الكافية لتعديل القوانين ومؤطر القطاع وكل ما يهم الولوج إلى ممارسة الصحافة وتنظيم الذات المهنة وكل القضايا كذا إلى آخره وتعطيها وسائلها في إطار هذا العمل، يعني كتنفتح على مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر وعلى باقي المؤسسات، وكتطلب فيها بقصد بتقديم مقترحاته ورؤيته لتطوير القطاع. بمعنى أن شنو كيدير هذه اللجنة وهذا المجلس اللي هو عنده تعويضات مالية بالجملة وعنده يعني كيتسير من جهات اللي هي مالية مختصة باش تقدم تعديلات ومقترحات. المفترض أن تقوم اللجنة بإعداد مشاريع قوانين، هذه هي الأرضية ديال النقاش وهذه هي الديمقراطية، وتحيل هذه المشاريع على الأجهزة من نقابات وكذلك من فيدراليات أو من مكونات الناشرين على اختلافها وتعددها، ويتم كذلك بعد إذن المناقشة حول هذه المشاريع، وأن هذه الأجهزة على طاولة الحوار الاجتماعي تقدم التعديلات والمقترحات. اليوم عطاو واحد الرمانة غامضة ودفعوا بها، مايمكنش غادي نجيو نناقشوا هنايا، اش غادي نناقشوا؟ فين هي المشاريع القوانين؟ هذا تطاول وتحايل كبير وخطا سياسي جسيم يضاف الى الاخطاء السياسيه السابقه، وبالتالي يضفي نوع من اللامسؤوليه على اللجنه. لذلك فنحن في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل نعبر عن موقفنا الصريح، وهو اننا غير معنيين بهذا الامر طالما اننا لم نتوصل لا بدعوه ولا بمشاريع هذه القوانين، ولكن اننا سنعبر عن موقفنا من هذا التطاول
وهذا السلوك اللا مسؤول، بمعنى أن اللجنة المؤقتة والوزارة الوصية يراكمان أخطاءهما بالجملة. بطبيعة الحال هناك الجانب المتعلق بالمقاولة واللي غادي يتناول فيه الزميل الأستاذ الحراق بكثير من تفاصيل معاناة المقاولة الإعلامية والمآلات ديالها ونقولوا الهشاشة ديالها، ولأن معظم الآن غادي نحو الأزمة النهائية وغادي نحو إعلان الإفلاس ديالو، وهذا ما تسعى إليه اللوبي الإعلامي ببلادنا، لأنه يريد التفرد بالمشهد ويريد نقابة وحيدة وناشر وحيدين. هذا هو الخطر الذي نواجهنا اليوم، والذي علينا جميعا أن نتعبأ لمواجهته والتصدي له بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة إلينا في إطار القانون، وسنعمل على مواجهتها بكل هذه السياق النضالية والتعبيرات الاحتجاجية. لن نتراجع في الكونفدرالية الديمقراطية للشرق خطوة واحدة إلى الوراء، وما نقوله نقوله كجهاز نهائي مسؤول، ولسنا في حاجة إلى من يساومنا أو يروم إقصاءنا من المشهد، لأننا نعمل في إطار مركزية نقابية أكثر تمثيلية وحضورها أساسي ومركزي، وما يجري له ويتم إعداده يعرفه الجميع، وهو إعداد تشكيلة جديدة لمجلس وطني على المقاس النقابي. وأننا نقولها من هنا وبصوت عالي أن المجلس الوطني أصبح اليوم ملحقة نقابية، وهذا أمر لا يمكن للصحافيين والمراسلين والمتعاونين أن يلتزموا الصوت بشأنه، بل عليهم أن ينخرطوا جميعا في معركة مصيرية، إما أن نكون في المشهد الإعلامي أو لا نكون. وهذه ونحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومن موقعنا الاجتماعي سنقوم بدورنا كما يمليه عليه كما يمليه علينا واجبنا النضالي والكفاحي، ونعهد الجميع ونعاهد الجميع بأننا لن نتراجع خطوة إلى الوراء أبدا. مرة أخرى نوجه الدعوة لكافة الإعلاميين وكافة المنابر وكافة المنصات الوطنية من إلكترونيا وإعلام عمومي ومقاولات المتوسطة الانخراط الجدي والفاعل، لأننا في الحاجة إلى التطوير وإلى إعادة هيكلة هذا المشهد، وإلى إعطاء الصحافيين والمراسلين والمتعاونين حقوقهم، سواء من بطاقة مهنية أو من تسهيل الولوج أو من دعم حقيقي للمقاولة الإعلامية وإنقاذها ومساهمة فعلية في التكوين، لأنه لا يعقل أن تكون جهات نقابية وأعضاء في المجلس الوطني يتلقون الدعم أحاديا من طرف الدولة بمئات الملايين، ولا يعقل أن ترى اليوم صحفيين وبعض مدراء النشر في مؤسسات عمومية الجرائد ديالها ما كتبع منها حتى 20 نسخة أو 40 نسخة وأصبحوا مليارديرات. هذا جنون، هذا منين جابوا هاد الفلوس، في حين أن الصحفي يعيش وضعا اجتماعيا مأزوما. وعليكم جميعا أن تنظروا اليوم إلى الصحافي المتقاعد، فوضعه الاجتماعي أكثر كارثية من أي وضع آخر. فين هما هاد الناس اللي تيقولوا بأنهم تيصحوا وباغيين يديروا؟ فمنذ صدور مدونة الصحافة 2016 إلى يومنا هذا
والمأساة تتراكم والظروف الاجتماعية تزداد كارثية بشكل الحقيقي. أنا تنعرف الصحفيين ما لقاوش باش يخلصوا الضوء ولا ديال الضوء. الصحفيين المهنيين اللي خرجوا التقاعد. وبالتالي فين هي الأعمال الاجتماعية اللي كتلقى مئات الملايين من طرف الدولة؟ فين كتمشي هاد الفلوس؟ كيمشيو يسكتوا مع الناس يشريو الدماغ ديالهم باش يعطيو لخيم واحد 6 أيام ولا 4 أيام جوج دريال يخلصوها ويقولوا لهم صافي راه قضوا الغرض. الوضع الاجتماعي هو يجب تحصين الصحافة. وأنا دائما أؤكد على أن بدون مراسل وبدون متعاون صحفي لا يمكن للمقاولة أن تمارس نشاطها بكل أمانة وكذلك بكل جرأة وبكل مسؤولية وتنوع وتعدد في المشهد الإعلامي. مرة أخرى أجدد ترحابي بالجميع ونؤكد على أننا سنعد برنامجا نضاليا كفاحيا في مواجهة هذا الهجوم على الإعلام الإلكتروني وهذا التحقير للصحفيين الذين امتنعوا عن تجديد بطاقتهم المهنية وكذلك يتلاعبون في منحها لمن يستحقونها. هنا القانون واضح واضح يعني ما كاينش فيه شيء. 2 سنين من الممارسة الصحفية والتصريح ضد الضمان الاجتماعي ومن حق هذا الصحفي أن يأخذ البطاقة ديالو المهنية. إذن هنا شروط الخزيرات واضعين علينا هنايا كيلعبوا بالناس يشطحوا فيهم شي جهة مئات الكيلومترات. هذا منتهى العبث. هناك لوبي ما باغيش نهائيا ان يشوف عناصر اخرى جديده ما كتمشيش بالخط ديالهم التوجهي وانها تتمرد على سياستهم. و الى كانوا هذيك النظره الحزبيه الضيقه هي اللي كتحكم اليوم فنحن سنسقط هذا الجدار وسنواجهه بكل مسؤولية تاريخية انطلاقا من موقعنا كتنظيم نقاب إعلامي. أجدد شكري للجميع وأحييكم تحية خالصة صادقة وأعطي الكلمة للأستاذ عبد الوافي الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية للناشرين. السلام عليكم. شكرا للسيد عبد الوهاب السيد الكاتب الوطني النقابة الوطنية للصحافة المزدوج ما بيننا سواء كمقاولات إعلامية أو كنقابة تنضوي تحتها مجموعة من الطاقات الإعلامية. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بتعزية خاصة في وفاة زميلنا المرحوم سو سعيد والذي نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يرحمه ويتغمده برحمته هو والباقون الذين ينتمون لهذا الصرح الإعلامي التابع للكونفدرالية المغربية لناشر الصحف الإلكتروني. نسأل الله أن يرحمهم جميعا وأن يسكنهم فسيح جنته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان هو والسيد هشام المالكي وكذلك الله يرحمه وكذلك والسي رحيم الفوزي الله يرحمه ومجموعة من المدراء النشر الذين قضوا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم جميعا بطبيعة الحال. ولا نسيت شي اسم المهم أنا كنتحدث على جميع إخواني كانوا منضوين تحت اللواء ديالنا والحسرة التي يعني بعد وفاتهم ونحن نودعهم من جملة فوزي الرحيوي وشمل المالكي وسعيد السفوي
الحسرة التي كانت يعني تنتابني في كل سماع وفاة أحد مدراء النشر، وهو تلك الأسرة التي يتركها من ورائه، الأبناء اللي كيخليهم من وراه. كنا مؤسسة إعلامية، كنا جريدة قائمة الذات، بعد وفاة الرجل ينتهي كل شيء. حتى حاجة ما كتكون قائمة الذات. النتيجة ديال هذا الشيء هو أن هاد الناس ماتوا وهم يعانون، ماتوا وهم يعانون مع صعوبات المقاولة، ماتوا وهم يعانون مع صعوبات الولوج إلى هذه المهنة، رغم أنهم خضعوا جميع الشروط، جميع الشروط التي يعني هي مدرجة في القانون ديال مدونة الصحافة والنشر، جميع الشروط كتوفر في هؤلاء الناس، وفي الأخير أنهم كيتمتعوش بالحقوق ديالهم كما يتمتع آخرون اللي ما عندوش نفس ما كتوفرش لهم حتى أدنى الشروط المنصوص عليها في القانون. وهذا حقيقة إشكال كيطرح للسودان الآن. كاينين مقاولات إعلامية كبرى أثبتت النجاح ديالها، نقدر نذكر منهم مقاولة تاع كبير سيفير 24، صوت العدالة، منبر 24، كاع الإخوان اللي معنا هنا كامل واللي ما معنا شيء باش ما نستثنيش شي حد، كلهم جرائد الآن مقاولات كبرى قائمة بالدور الكبير، متفناس مخدمة صحفيين، عندها استوديو، عندها الآليات، كتحترم قواعد المهنة، متوفرة فيها الشروط الولوج إلى المهنة، عنده مدير النشر، عنده الإزازة ديالو فيت الإزازة ليه، عندهم صحفيين كتمتع فيهم الشروط، كل ذلك وهم الآن يعانون، ربما شيء منهم غيعلن الإفلاس. علاش؟ لأنه المقاربة ديال الدولة، وأشكر هنا السي الحطابي دائما يتحدث عن السياسات العامة ديال الدولة تجاه الإعلام، ولا لاحظنا جميع البرامج الحكومية دائما كيكون غياب وانعدام أي محور من المحاور التي يجب إدراجها ضمن ميزانية ديال الدولة العناية بالإعلام، ما كاينش، دائما كتلقاها مغيبة في البرنامج الحكومي، آخر حاجة يتكلموا عليها. مع العلم أن هذا الإعلام هو القطاع الوحيد الذي سلطت عليه جميع قوانين البلاد، جميع القوانين اللي كاينه في البلاد سلطت على هذا الإعلام. كاين القانون ديال الشغل، كاين القانون ديال الصحافة اللي كنعرفوا فيه، في القانون 1308 ديال الصحافة والنشر، كاين القانون ديال الوطن، كاين القانون ديال النظام الأساسي للصحفيين، كاين القانون ديال الجنائي، كاين القوانين، القانون ديال الشركة، هذا فضلا على بعض الرخص الأخرى التي يجب التمتع بها كمقاولة أو كصحفي لممارسة المهنة، منها عن خصوص الرخصة ديال التصوير وإلى غير ذلك، عاجز على قانون الضريبي وقانون ديال لاسينيسيس وما إلى ذلك. فكل هذا الشيء على هذا الإعلام، على صحفي هز أباري فوتو ولا هز قلم، جميع القوانين، في حين جميع المهن الأخرى فيهم قطاع واحد كتلقى التعليم عنده قانون ديال التعليم وديال الشغل هو اللي كيضبطو، شي حاجة أخرى ما كاينه شيء. إلا لقيتي كتلقى قانون الشغل مع قانون ديال التعليم. والصحفي علاش كل هاد القوانين مطوق بها؟ علما أنه ما لا، واللي كيتأكد أن الدولة بطبيعة الحال كانت عندها سعي بنية حسنة، سعي سليم على أنها تنهض بهذا القطاع وتعطيه يعني المكانة ديالو. كانت الوزارة هي التي تتكلف أو مكلفة بتدبير هذا القطاع قبل ما يجي التنظيم الذاتي. كان تدبير واحد المستوى عالي على مستوى التنظيم، على مستوى التنظيم وعلى مستوى الشروط الولوج إلى المهنة، على مستوى الشروط المرتبطة بالحرية العامة وحرية الصحافة، كانت الدولة قائمة بالأمور ديالها. وكنا نتوقع واحد هامش كبير من الحرية إذا ما انتقلت هذه المهام اللي عند الدولة إلى المهنيين وانضموا أنفسهم في إطار ما يسمى التنظيم الذاتي. كنا يعني نصبوا
اننا غتحسن الوضعيه ديال القطاع الاعلام في البلاد، وغادي نرقاو بالمشهد الاعلامي ديال البلاد ديالنا، وغادي جميع الصحافيين العامله فيها تحسن الوضعيه ديالها. هذا هو التصور اللي كان عندهم. والمغرب كان كيمني النفس انه من خلال التنظيم الذاتي غادي يوصل لواحد المستوى، على الاقل على المستوى المؤشر ديال الحريه العامه في العالم، نرتقي لواحد المرتبه حسنه. لكن كل هذا الشيء تاخر ما كاينش. اللي حصل شنو هو؟ لما هزات الدوله يديها على الاعلام، الاعلام نزل الحضيض لواحد المستوى ما يتصورش. انا كنتحدث على مستوى التدبير ديالو والتنظيم ديالو، على مستوى القيمين على التدبير. هذا ما يسمى التنظيم الذاتي. اول شيء وقعنا فيه شنو هو؟ وهو غياب اطر، غياب اطر ذات كفاءات عاليه على المستوى العلمي ديالو. غالبا الان دابا اللي في المجلس الوطني ناس على قد الحال، مستوياتهم التعليميه على قد الحال. نتحدث شي حد فيهم يكذب لنا دابا بهذا الكلام كنقولوا، ويدير واحد الفيديو يقول فوالا ها هو، ولا يدير شي مقال يقول ما هو ها الدبلوم ديالي، ها الشهاده العليا ديالي، ها فين اختوين وين انا خديتها. تحدثوا الا قليل، انا نقدر نتكلموا على واحد باش نذكر الاسماء شي جوج ولا ثلاثه نقدر نتحدث عليهم. ما تبقى بما فيهم الرئيس ديال المجلس لتحت ما عندوش مؤيد الجميع، كيقولوا لنا شي كيقولوا عندنا هنا عندنا هنا، ولكن اللي عرفنا انه من خلال البحث ديالنا لقينا شي قال لنا انه المؤهل الجميع خدا في الحبس. كنا نقلبوا ما لقينا لا في الحبس ولا في مؤسسه التعليم العالي. جوج راه مغرب هذا، راه ساهل دابا المعلومه كتخاف في الاخر. مشينا كنشوفوا ناس اخرين، مشينا كنشوفوا وانا كنحدد الناس يدوا بهذا الشواهد ديالهم. واحد قال لك حكا جيبوا من تونس، واحد جيبوا من الازهر من مصر، عنده الدكتور في مصر. هادشي اللي كنسمعوا، هادشي اللي كنسمعوا. فهاد الناس هادو يعطونا غا هاد الشواهد ديالو فين خداوها وين عاد وشنو التخصص ديالو، ويعطونا المعادله ديالو، راه حتى المعادله فيها وفيها، ويعطونا المعادله ديالها. وهنا ديك الساعه يمكننا نسلموا لهم ان الناس المستوى. هذا دليل على ان الدول ما هزات يديها على القطاع، طاح المستوى اصبح المتدني. علاش سلمنا للدوله اننا ننظموا نفوسنا بنفوسنا؟ ماشي باش تبعد من الصداع ديالنا والمشاكل ديالنا، لا لا. مش هو هذا الهدف؟ كان الهدف الاساسي هو النهوض بالقطاع، خاصة في إطار المقاربة ديال صاحب الجلالة نصره الله، ومقاربة ديال الحكومة ديال البلاد اللي كانت عندها أولويات الأولويات، وهو النهوض في الجانب الاستثماري ديال الإعلام، باش يمكن لنا أنه تكون عندنا مقاولات قيمة، مقاولات المستوى، مقاولات كتمكن جميع الشباب أنهم يخلقوا فرص ديال الشغل وخيارات أخرى متعددة، باش يمكن لهم يبنوا المستقبل ديالهم. هذا هو الهدف الأساسي. فالآن كيجي واحد الشركة السيد مصوب شركته، دير الاستوديو ديالو خاص عليه زبالة ديال الفلوس. من 2016 دابا حنا ناخذوها، ملي خرج القانون دابا 8 سنين هادي، وعندو موظفين وعندو صحفيين وعندو أجراء وعندو لاسيناسات كتسالو وعندو ضرائب تابعاه. كيجي واحد كيقول لي حكا راه نحيدك البطاقة ما نعطيهاش لك هاد السنة هادي، كيريب كلشي، كيمشي كلشي. شو على دمار؟ شو على دمار؟ واش هادو غتمشي عقل؟ هادو أكيد حماق، هذا ماشي إشكالية. 8 سنين دابا عاد تجي تقول لي حكا راه ما عندكش واحد الشرط من الشروط بعد 8 سنوات، عاد تقول لي حكا راه عندك واحد الشرط من الشروط ما توفرش فيك. هذا راه استهتار، هذا تلاعب بالمصالح ديال الدولة، هذا التلاعب بالمسؤولية الملقاة على هؤلاء الناس. وزعما بكل وقاحة أن الشخص كيتكلم معاك هو أصلا ما توفرش فيه الشروط، ويطلب من المصور الصحفي يقول له جيب لي الشروط، هو ما عندوش الإزازة، وكيطلب من المصور الصحفي، المصور الصحفي يقول له جيب لي الإزازة. حنا كنعرفوا الآن هناك أساتذة اللي تقاعدوا وخذوا التقاعد النسبي، وهما كانوا درسوا في تكوين المعلمين، ما عارفين ان كاين شي الباكالوريا اللي كنا عندهم شي يدير واحد سنتين، يعني ما كيوصلش للاجازه. ودرسوا اجيال وقراوا اجيال،
وساهموا في تجديد ديال المنشآت الإعلامية في بلادنا، وداروا منشآت إعلامية ديالهم، وجاو تما وصيفطهم في حرم الدروز بحال أكثر من هذا. جريدة الأسبوع الصحفي اللي هو السيد العلوي الله يرحمه، هذا رجل تاريخ ديال الإعلام ديال البلاد كيمشي على رجليه، عنده بكالوريا ما عندوش إجازة، ولكن السيد تاريخ ديال الإعلام ديال البلاد اللي عطاه ما عطاه حتى شي حد، وباقي دابا الطاقم ديالو والناس ديالو والصحابة ديالو الجريدة ديالو قائمة للذات، ومازال كتساهم في يعني كنعتبرها أنا من الجرائد الأساسية، الجرائد القوية اللي عندها اللي كتشكل المشهد الإعلامي ديال بلادنا. كذلك جريدة حتى الجرائد الأخرى اللي كانت فيها السي البريني، السي البريني مدير جريدة ديال الأحداث المغربية ديال الاتحاد الاشتراكي، ديال الاتحاد الاشتراكي، والمستوى ما كانش عنده مستوى الإزازة، ما بغيتش نذكر المستوى بالضبط، لأن هادشي اش كيقول هادشي؟ راه التعليم، راه وزارة التعليم العالي مفتوحة، راه الذكاء راه موجود اصطناعي، راه المعلومات على المستوى الإلكتروني موجودة، راه كطابي كيطلع لك التاريخ ديال البشر شكون هويا، مابقاوش يكذبوا علينا، مابقاوش يكذبوا علينا. فلهذا إما غادي يمكننا نفذوا الشروط على الجميع، على الجميع نفذ عليه الشروط بما فيهم اللي راس كبير راس صغير، إما أنه تعود هذا القانون ديال الصحافة وتسهر عليه الدولة بحياد، تسهر عليه الدولة بحياد. الآن دابا الإخوان شكون اللي هاج المقاولات الإعلامية؟ حتى أربعة الصحفيين خرجوا لنا في عودنا، ها الضريبة، ها لاسيليسيس، ها المتاعب كثيرة اللي كلفت المقاولة وما كناخذوش الدعم، وما كناخذوش الدعم، ما عندها حتى شي دعم. فتصور معايا في غياب المراسل الصحفي، في غياب المراسل الصحفي اش كنا نديرو؟ اش يمكن لينا نعملو حتى ما كانش عندنا مراسل صحفي؟ الان هاد المراسل الصحفي حنا كنغامرو بها الاخوان، راه هاد المراسلين اللي هاز الميكروات بدون بطائق مهنيه راه حنا كنغامرو بهم، راه القانون واضح، ما كتمشي امام النيابه العامه ما كترحمك حتى شي حاجه، ما كترحمك الجرائد كنشدوا هذوك الناس اللي تعاونوا معنا كيخدموا معنا، ولكن وقعت لهم شي حاجه راه قانونيا ما محميينش، ما محميينش. علاش؟ لان القانون ديال الصحافه اللي كاين الان ما فيهش شي حاجه سميتها المراسل الصحفي، ما مذكورش المراسل الصحفي. القانون الوحيد في العالم، القانون الوحيد في العالم، جميع دول العالم بما فيهم اثيوبيا بما فيهم الصومال، وعلى ذكر اثيوبيا والصومال والسودان وهذوك البلدان اللي هما على قطعات، عطي الرئيس ديال مجلس الاعلام ديالهم شكون هو، كيقراو ليه الطلبه ديالو الكتب، طلبه الاعلام كيقراو الكتب ديالو، غزاره في الكتابه، غزاره في الابداع، غزاره في العمل، وعطيو ليه اش كيكتب. انا كنعرفوا اخوان دابا الان قيمين على الشان، ومنهم واحد الاخت معاهم قيمتها على الشان، حرف ما كيكتبوش، حرف ما كيكتبوش، عطيو لهاش المقال كيكتبوه، ومن سيدي الاعلام ما معهم كتدوي الدوله، الدوله كتدوي معاهم هما، هذا هو الغريب في الامر، الدوله كتدوي. دابا تصور كاين بعض المنابر الاعلاميه دابا الان اللي مواليها كتحاور معاهم الدوله، وهاد المنابر هما اللي كيكرسوا الرداءة في الاعلام والفضائح في الاعلام، ومواقعهم النهار كامل هما في الفضائح كيتنشروا وكيتكلموا مع الدوله، قال لا راه غنحاولوا باش الاعلام ما نبقاوش نديروا الفضائح ونحيدوا عنا، بغينا شي اعلام اللي يكون قيمه في الفضائح، وحيد انت راه غادي تبقى تقدمي، حيد غير انت راه تقدمي، شكون اللي يرسم الفضائح؟ هاد المقاول الصغر راه خايفين على راسو، شكون هذا اللي يقدر يرسم الفضائح؟ ما عندوش فلوس ديال المحاكم، كيمشي على قدو، بحال ذاك اللي كيكمل كاروك ينعت الاستجابات، على واحد اللي كنقولوا دائما واحد طبيب كيكمل كارو كيقول له عباد الله عندك تكمل كارو راه مدير الصحة، راه هما هذا اللي كيجي مع الدولة كيقول له ما عارفكم راه حكا راه غنعطوا الإعلام وغنأهلوا الإعلام وغن هاد الناس هادو هما أصلا هما اللي مخسرين الإعلام على مستوى المتون ديالو، على مستوى المحتوى ديالو، على مستوى المهنية ديالو، راه ماشي اللي عنده أكبر عدد تابعين وراه هو الإعلام في البلاد،
الى عملنا هذا القياس اللي عنده اكبر عدد راه الناس اللي داير الروتين دابا راه بلوا مخصن صمتوا لهم لانه ما عندهم اكبر عدد. الى خدينا القياس اللي عنده اكبر المشاهده ايوا غنمشيو نديرو الاشاره على صحابنا اللي عندهم الروتيني ونمشيو نديرو الاعلانات ديالنا عند الروتيني وبل الاخبار ديالنا ندوزو على صحابنا اللي عندهم الروتيني باش توصل للعالم. الى كان هاد الناس اللي عندهم اكبر عدد بالفضائح اللي ما تصورش على البلد اخوان والله العظيم انا بعض المرات كنقول لك كنخجل انني كنشوف شي مشاهد فيديوهات طالعين كنقول شكون اللي ربطني بهذه المهنه نهار الاول وكنقول الله يحط الحق في هذا اللي ربطني بهذه المهنه. كنشوف مشاهد مخيله ماشي غير للمهنه وللاداب وللاخلاق يا اخي للاخلاق ومنصوره ومالين هاد المواقع وما عاد كيدوي الوزير بطبيعة الحال الوزير غادي مع بحال هادوك لأن وزير ديال طوطو ديال فوطو ديال فوطو إلى غير ذلك غادي مع بحال هادوك ما يمكنش يكون مع غادي مع ناس عندهم حمولة فكرية ديال الناس اللي قاعد كيقدروا يكتبوا في مقالات فلسفية سياسية تحليل أخبار تحقيقات وقائع بالصوت والصورة والقلم. هادو حنا ما كنسمعوا لهم لا صوت لا قلم جوج هما المسيدين الاعلام والله ما كيخجلوا والله ما كيخجلوش. انا اقول وجه الكلمه ديالي للسيد وزير الداخليه والسيد الوزير الاول والساده رؤساء ديال البرلمان لا المجلس المستشارين ولا المجلس النواب ولا رؤساء الفرق ارجوكم راه هناك ايادي الان تحاول ان تهيمن على الاعلام من اجل ليس المصلحه العامه والخدمه العموميه للاعلام بل هذا شعار يردد من اجل كحق يراد به باطل باطل كحق يراد به باطل عفوا. في حين ان هؤلاء الناس من 2016 الان هما يتولون تدبير القطاع كتنظيم ذاتي لم نشهد ولو خطوه واحده من التقدم او من خطوه جيده تساهم في تحسين هذا القطاع. لحد الان في هذه الفتره كلها انتشرت الفضيحه انتشرت الكوارث العظمى على مستوى المحتوى الاعلامي الذي غالبا والاخوان ربما الجميع ينكروا بهذا غالبا ما يعني نسبة ديال 60-70% كنلقاو كله لا يموت بصلة للصحافة إذا شكون السبب فهادشي؟ لما الوزير ووزير الوزير العدل كانوا داروا لي ذاك اللايف فاش واحد تقاشروا إلى غير ذلك وبقى في الحال على هذا الإشكال اللي وقع هذا إلى غير ذلك شكون اللي دار هادشي؟ ما داروش الناس ديال الإعلام ولكن سبوا في الناس الإعلاميين المقاولات الإلكترونية القانون ديال الصحافة القديم. هذا القانون اللي ما كانش فيه واحد الهامش الحرية كثير بالشكل اللي كاين الآن واللي كان ما غالبا يؤطر الصحافة الكلاسيكية خاصة الورقية. وبالرغم من ذلك كان عطينا واحد الإعلام راقي، عطينا واحد عدد المنابر الإعلامية مستوى التطلعات ديال الشعب المغربي. مع 2016 الان القانون اللي خرج ولما عاد خصوص هزات الدوله الوزاره هزات يديها على القطاع. علاش كنقول الوزاره؟ هي الوزاره فيها مصالح فيها مديريات فيها مدير المديريه فيها مدير ديال الاقس رئيس القسم فيها رئيس مصلحه فيها اطر ديال الدوله يا اخوان واطر ديال الدوله هما اللي كانوا كيسيروا هذا الاعلام. هو الاطر ديال الدوله راه مشاو جاونا دابا غير دوك القواعد ديال والو اللي باغيين يسيروا اعلام ديال البلاد على قدو فبالتالي بان الفرق وبان المستوى طاح المستوى لما زادت الدوله ادعاء الاعلام طاح المستوى لا على مستوى المحتوى الاعلامي ولا على مستوى التنظيم المهني مستوى طاح. فاش كيولي واحد كيتعامل معاك انا تقدمت انا مراسلة وتحديد هاد الناس ثم الله يرضي عليكم انا ثم بنتوا لي القانون ما فاهمينوش ثم ما فهموش دليل القانون ما فاهمينوش اقسم بالله العلي العظيم الى باقي شي قوانين هنا لو كنعرفوهم كون نحاول نص
للاسف باقي ما وصلوش لهم. يلاه بعد 8 سنين يلاه وصلوا لديك الماده 5 باغيين تطبقوها دابا. ويلاه انا كنناقش مع رئيس ديال المجلس ومع الاخوان في المجلس كنناقش معهم الماده الفقره الثانيه ديال الماده 16. وتصور معايا شحال عشنا عندنا 8 سنين هذه وناقشناها مع ناس مع حتى السي عبد النبوي الوزير الوزراء اللي دازوا اللي كانوا قايمين ديك الساعه على تدبير القطاع، ناقشناه مع ناس اساتذه اكاديميين اللي حضروا في اللجنه. وهاد الناس في الاخير حتى دابا عاد جات عاد بانت لهم ديك الفقره ديال الفقره الثانيه ديال الماده 16. اشنو فيها؟ اشنو فيها الفقره؟ فيها انه بالقانون فاللي ما عنده اللي الا كان صاحب المقاوله ما عندوش البطاقه المهنيه، صاحب المقاوله ما عندوش البطاقه المهنيه، يتعين عليه تعيين مدير النشر وفقا للشروط وجودة الشرط ديال الإزازة وحيدوه وداروا له شرط البطاقة، يعني يجي مدير النشر عنده غير البطاقة، أما ماشي كل عندنا، مدير النشر عنده غير البطاقة، بمعنى مدير النشر يقدر يكتسب البطاقة إما عن طريق الأقدمية ديالو، إما عن طريق سميتو ديك السنتين اللي كتكون عنده بالخبرة، إما عن طريق مؤهل ماشي جامعي، مؤهل تقني. إما أي وسيلة أخرى خاصة جديد لما كيكون عنده جديد، خاصة لما كيكون عنده جديد، يعني جديد صافي راه عنده بطاقته صافي، كيمكن له يكون مدير النشر، لماذا؟ لأنه عنده بطاقة ديالو، وتلك البطاقة لم تمنح له إلا بعد أن كان كفءا لها وقادرا عليها، سيما لما تكون عنده واحد فترات كان ياخذها قبل بعهد الوزارة. إذن هذه معطيات حقيقة تؤكد على أن الناس اللي كيسيروا ناس دون المستوى، وما أنا لا أعمم ونقول البعض قليل، ماشي القليل هو اللي ماشي المستوى، لا الكثير هو اللي ماشي المستوى، القليل اللي في المستوى، وأنا أعرفهم عن قرب وكل واحد بالاسم ديالو، ما تبقى الله يجي. حنا تكلمنا عن المؤهل الجامعي ديالو، يعني ما يقدرش يناقش معك واحد المستوى كبير، حنا عندنا مؤهلات وطنية، الناس ديالنا وحنا معاهم الجميع عندهم مؤهلات وطنية، وعندنا مؤهلات ديال برا، وعندهم قادر باش نديروا حتى المعادلة، حتى المعادلة ديالهم، هادشي ما فيهش مشكل، ولكن اللي صعيب هو تكون أنت أصلا ما توفر فيك حتى واحدة من هادشي، وكتبدا تآمر هاد الناس بواحد 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 الشروط اللي هي في حد ذاتها شروط كنقولوا هنا إقصائية، ما عندها علاقة بالمنهجية اللي غادي بها الدولة، ما عندها علاقة بالصورة العامة ديال البلاد. أهم حاجة عند الدولة شنو هي؟ اش باغا الدولة؟ باغا من هذا القطاع أول شيء تكون مقاولات صحيحة وخدامة وكتعمل وكتشغل يد العميل. ثاني حاجة هاد الصحفيين يكونوا كيتلقاو الواجبات ديالهم والحقوق ديالهم في إطار القانون ديال الشغل. وفي إطار اتفاقية جماعية اللي هي اتفاقيات جماعية ماشي غير اتفاقية وحدة. ثم المقاولات الإعلامية الإلكترونية مقاولات صغيرة. علاش كنقولوا صغيرة؟ لأن المنشأ ديالها أصلا هو ذو طابعة محلية. ذو طابعة محلية. وللأسف الإخوان راه شي كدوي فيه راه كاينين هما كيبداو يدوو فيه كيبداو هما كيقدموه كلام وكيقدموه للجهات المعنية والمسؤولين كأنهم أساتذة. المقاولة الإعلامية الإلكترونية ذات طابع محلي وذات خصوصية محلية جهوية، وبالتالي المنشأ ديالها أصلا كتلقى كتنشأ وكتكريا انطلاقا بارتباط مع موقعها الجغرافي. كتلقى أغلب الصحف الآن مسمات بأسماء تنتمي إلى مدنها. هذا ماذا يؤكد؟ يؤكد على أن أغلب الصحف الإلكترونية هي صحف ذات طابع محلي، ذات طابع جهوي. 70 واحد 50 واحد، أنا أصلا بعدا إلا بغيت نشغل خصني على الأقل عندنا 12 فيها، القليلة القليلة خصني يكون عندي واحد 24 مراسل. أو 36 مراجعين ناخذ كل جهة فقط ندير فيها ثلاثة، مع العلم أن الجهة راه كاين جهة اللي فيها سبعة الأقاليم. حنا نديرو كل جهة سيدي ندير فيها جوج مراسلين. جهة ماشي مدينة، هي راه مدينة كيكون فيها جوج مراسلين ثلاثة. حنا غناخذو جهة سيدي فيها جوج مراسلين، 24 مراسل باش نخلصو أنا الخدمة عندي. وثانيا هاد المراسلين اللي ما كاينش في القانون
كي غادي تتحمل مسؤوليته القانونيه؟ كيفاش يمكن ليه المراسل يخليه يخرج يعمل وهو ما محميش قانونا؟ والماده 11 في القانون، الماده 11 في القانون واضحه ديال النظام الاساسي الصحفي كتقول لك لا يجب على اسميتو هي الانخراط الثمينه، لا يجوز لاي مؤسسه صحفيه ان تشغل لازيد من 3 أشهر صحفيين غير متوفرين على بطاقه الصحافه المهنيه للسنه الجاريه. يلا فكا. اذا انا لا غنعطي الاعتماد، غنعطي الوحده 3 أشهر وما نفوتش لي 3 أشهر وربما 3 أشهر القضيه تجي مره واحده. الدوله بعدو تبقى له شي اشكاليه في المحاكم قالوا لي انا بحال ضيعت هذاك السيد، اعطي اعتماد لا يفيده في شيء. فبالتالي المراسل الصحفي الان هو الصحفي الان اللي يمكن له يمسك الجريده ويفيد المعلومات والاخبار، ويمكن له انه تكون عندك السبق في الاخبار نتيجه ديال ذاك المراسل اللي عندك في عين المكان. اما 4 الصحفيين ديالهم جنابك اش غادي يقدموا لك وطنيا؟ اش يقدروا يخبروك وطنيا او لا غير جهويا؟ اش يقدروا يخدموا لك؟ ما يقدروش. الجريده غتبقى ضعيفه وما كتلبيش الرغبه ديال 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 الجمهور ديال الساكنه المنطقه. فبالتالي خصنا تشريع هذا المراسل ويكون عنده حقوق في القانون وتوضع عليه شروط المتناول ديالو. يمكن نديروا الصحفي بشروط ولكن المراسل نديروا له شروط ادنى، لان المراسل هو متعاون. واحد الشخص يقدر المدينه عنده هانيه ما فيها حتى شي صداع اليوم، شهر ما فيها والو، عاد كيوقع شي اشكال كتلقى في عين المكان كيدوز لك الخبر. فما يمكنش واحد الشهر ما قدم لك حتى خدمه وتنوض تخلصوا وتوظفوا عندك بالشكل اللي موظف به الصحفي. فهمتني؟ او لا تطلب منه الشروط بالشكل اللي طالبها من الصحفي. المراسل هو ذلك المتعاون اللي كيكون في عين المكان، كيتعامل مع الجريده، كيخبرها بكل ما جدوا باش تجذب بالاخبار. وحنا كمقاولات ضد الامكانيات المحدوده عندنا، كي غنديروا حتى غادي يمكننا نغطيو المناطق ديالنا كامله، كل مدينه بوحدها، راه قلت لك كل مدينه خصك لها جوج، فبالاحرى غيمكن لك دير واحد ولا جوج في جهه. فهاد المراسلين ما عندكش شيء بمعنى بحال هكا تقول راه الجريده حكمتي عليها بـ 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 يعني بـ بالمحدوديه، وحكمتي عليها واحد المستوى متوسط وما عمرها يمكن لها انها ترقى الى 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 الصحافه المطلوبه. لذلك انا كنقول للاخوان ما ينتظروا، ما بغيتش نقول لكم شي حوايج اللي انا عشتو مع الناس وما راجع بينو بينو وشنو هو الخدام، علاش خدامين الان اللي خدامين عليه باش يكون في علم ديالكم، وهذه خطه ممنهجه. وانا بلا يلا وجهنا الكلمه للسيد وزير الداخليه، هذا طاحوا الميكروات ما كنا كاع كملنا توجيه الكلمه، كنوجه الكلمه الساده المسؤولين ديال الدوله على ان الاعلام راه الا ما وقفاتش الدوله بيديها، ولا كنقول الدوله ما كانش هذا الوزير، كنتمنى هذا الوزير يمشي حيد من الطريق يتعدل، يدير التعديل الحكومي ويجينا وزراء عندهم دكاتره، ما يكون عندك وزير بحال عرج استاذ ورئيس الشعبه ديال الماستر في القانون الاداري، ما يكون عندك العبيابه استاذ جامعي وهذا مفخر، ما يجيكوش شاد دبلوم تقني في الهندسه ولا هادشي، مزيان هادشي مزيانين مستوى كبير، ولكن ماشي في قطاع الاعلام، ما يمكنش يدبر قطاع الثقافه والاعلام والرياضه بزاف، على ما كاينش الاطر في البلاد، ما عندناش اطر ديال البلاد، وهاد الاحزاب خصو يعطونا اطر، ما بقاش لا حكاشه نطلعوا ولا تغطية نراعيو حق الجنس والنوع وطلعوا اللي بغينا نطلعوا، لا خصنا اطر عندهم كفاءات. دابا هادو حيدنا الكفاءات العليا وجبنا فردوس وتبعنا بهذا الوزير اللي كاين الان، وهادو جوج مستوياتهم بانت متدنيه وحتى مؤهلاتهم العلميه كانت على قد الحال، فبان على ارض الواقع انهم ما يقدروش يعطوا شي كثير. فكيفاش غتراهن الدوله على هذا الوزير وتراهن مع هاد الناس اللي كاينين الان قايمين على الشان ديال القطاع باش تعطينا قانون ديال الصحافه كبير وتعطينا
قانون ديال الاعلام يخدم المصالح ديال الدوله وخدمه الصالحه. واش عرفتي كيفاش كيفكروا الان؟ كيفاش كيفكروا دابا الناس كيفاش كيخدموا؟ كيفاش خدامين زعما باغيين ياهلوا القطاع؟ وانا عرفتكم كيفاش نعطيكم واحد من بزاف الحوايج باش ندوي عليها. اول شيء عملوا ما امكن ان داخل اللجنه اللي كاينه الان في البرنامج ديال لجنه التشريع كانت عند البي بي اس شويه كانت غتاخذ الاحرام عفوا كانت غتاخذ الحركه بقاو في منافسه مع الحركه باش ياخذوها ياخذ الحزب اللي هو مترأس الان اللي هو عند اللي هو من الحزب اللي مترأس المجلس الوطني الان باش ياخذ الاتحاد الاشتراكي. ضيف عليها في المقترحات اللي كاينين عندهم دابا الان ان غتكون المجلس ديال التعليم واللجنه الاستشاريه ديال المجلس الاستشاري ديال التعليم اللي كيترأسه السي المالكي اللي هو الاتحاد الاشتراكي غيكون ممتاز في المجلس عضو ممتاز في المجلس غيحيدوا بعض اللجان الاخرى باش يجيبوا تعليم توا اشتراكي بمعنى لجنه اشتراكيه اعضاء ديال 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 المجلس الاشتراكي اللي غيجيبوا ممثلين ديال بعض القطاعات الاشتراكيين فيعني غتولي المجلس كله غادي يمشي بالمفهوم هذا 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 خلطه هذه كنسميها هذه منهجيه هذه هادشي خطير هادشي هذا مقترح راه تدفعوه هذا كانوا المقترح راه تدفعوه بعدا في الدفعه الاولى في البرلمان فاش كانوا طلبوا ان سيدنا هو اللي يعين وسيدنا غادي يعين في الخدامه سيدنا غادي يعين في القطاعات المهنيه سيدنا كيعين الملك كيعين المجالس الدستوريه المجلس الدستوري والمجلس الوطني للصحافه ماشي دستوري بقاوش يكتبوا علينا ماشي دستوري اللي دستوري هو الاحزاب هو الهيئات اللي مذكوره في الدستور راه سميتهم هيئات الحكم راه ما عرفتش 11 ما كاينش فيهم المجلس الوطني المجلس الوطني فين لقيناه؟ لقيناه في الدليل ديال المملكه المغربيه دايرينو مع الهيئات المهنيه مع الموثقين مع الصيادله مع هادو هما مع مكين مع العدولات هادو هو المجلس الوطني محاماه اذا هاد هاد المجلس الوطني مع العدولات مع الموثقين مع هذا عاطينو 3 مليار واليتيم باش يعطي بطاقه هذا خطير هادشي اذا قلت لكم ما عمرهم غادي يمشيو للقانون اللي بغينا حنا بالعكس دابا راه كاين قوانين مشحفه كتنتظركم ماشي المراسل دابا اللي غادي حنا علاش كنضربوا على المراسل يكون والمراسل ما بقى ما يكون ما عمره غيدخل المراسل ما يدخلوش الا ما ضمناش درنا واحد النهضه قويه واحد الدوره قويه مهنيه ينوضوا جميع القطاعات راه غيمشي كل شيء حتى المراسل ما كاينش اصلا ولكن راه غيمشي حتى الصحفي الحر والصحفي الشرفي غيتحيد حتى هو غيتحيد لا صحفي حر لا صحفي شرفي كل شيء غيحيد شوف الناس فين غاديين شوف التوجهات فين غادا هادو كلها مقترحات كانت بعدا المقترح الاول بحال ديك اللجنه الاستشاريه ديال التعليم التمثيليه ديالها داخل المجلس راه كان في المقترح الاول اللي دفع البرلمان فاش دفعنا ان سيدنا هو اللي ينتدب لنا رئيس المجلس وهادشي بطبيعه الحال كنقولوا حنا ممنهج ما يخدمش للصالح ديال العام ديال البلاد ما يخدمش للقطاع غادي يخدم جهات معينه والاعلام ما عمره غادي يكون في المستوى التطلعات ديال الشعب المغربي لذلك الاخوان انا كنقول مقاولة الاعلاميه الان اللي ناعسه على جنبها راه كلشي واعد لكم في شهر 8 واش عرفتي شنو في شهر 8 كاين شهر 8 كاين هو ديك الماده 16 التعود راه مشاو لما حنا احتجينا وطالبنا وقدمنا الطلب وطلبنا من المجلس يبارك معنا على مستوى القانون قالنا انا ما نشوفكم لا نشوفوا دابا نديروا لقاء ما جاتبوش لينا عقبت دفت في الطلب كنطلب لقاء مع السيد القاضي القاضي اللي كاين في المجلس علاش باش نقول له ودي واش كيفاش ان قانون كاين بيطبق ما كيطبقش علاش خلي دابا اش تعملوا داروا شرطوا بعض الشروط وبعض القوانين عطفا على الماده الفقره جوج اللي كاينه في المجلس الوطني على انهم حقهم يستثمروا من حقهم عفوا من حقهم يحدثوا بعض القوانين التنظيميه ولكن ما محقكش انك تحدث قانون كاين اصلا عنده نص قانوني قائم ماشي محقق ممكن تجتهد لا اجتهاد مع النص
ما اجتهدش مع النص، النص كاين وانت اجتهد عليه. دابا هادو راه النص كاين واجتهدوا عليه. فبالتالي كيبان لك ان العمليه الان خدموا بواحد السيد زعما بكل صراحه. حنا كنا متخوفين على اساس ان الشخص هو اللي نوض يطبق الماده 5 وطبق بعض القوانين المجحفه اللي باقا هنا كاينه. وهاد القوانين راه الاخوان اللي باركين هنا كلهم كيعرفوا ان في 2017 قلت لهم هاد القوانين كلها راه قوانين مجحفه، وراه ان الملائمه هو ما بعد ان الجحيم ما بعد الملائمه. هادشي كله راه فيديوهات كاينين وتحت ما تصنت لينا ديك الساعه. الان راه يتراجعوا جميع الوثائق ديال الجميع، يعني حتى اللي عنده الجديد غادي يراجعوه. مدراء النشر غيعاودوا فيهم التعزيله بشروط، وهما ما غيراجعوا حتى شي حد. هما الان اللي ما عندهم الشروط ما رجعوا حتى شي حد. فلهذا حنا اولى يعني الدوسيات اللي غنرفعوا وغنمشيو بها لابعد حدود. اذا كان ان هذا الشعب كله غيمشي بحالته وهذه المقاولات اللي هي قائمه الذات وخدمت ناس وخلصت ناس وترتبت على مصالح ديال الدوله غتمشي بحال هذا، غيسيفطوها بحال هذا على مجرد انهم خلقوا بعض القوانين حتى على مستوى الناس اللي عندهم ما يسمى كنسميو حنايا يعني كنقولوا القوانين ما خصهمش اثر رجعي، يعني اللي عنده حق مكتسب يعني غيمارسوا القوانين تاع اللي عنده حق مكتسب. وهذا هو الخطير في الامر. فلذلك حنا كنرفعوا اهم شيء اذا كان بالفعل هاد الناس باغيين يخدموا البلاد، فاول شيء غنركزوا عليه هو اللي غيترأس المجلس الوطني للصحافة ما تكونش عنده جنسية أخرى، كون عنده جنسية مغربية وحدة، لأن هذا راه إعلام، إعلام راه خطر من أي مسؤولية في الدولة، خطر من أي وزارة. اللي غيترأس المجلس الوطني ما يكونش عنده جنسية ثانية، يكون مغربي 100%، والانتماء السياسي مغربي 100%، هذا أول شرط. لأن إلا كان عنده ازدواجية ديال الجنسية، راه البلاد اللي عنده فيها الجنسية راه ما عمرو غيقدر يدخل معها في صراع ولا يقدر يرد عليها ولا. وراه لاحظنا بعض التقارير اللي صدرات بواحد الجهات وما كانش كيتم الرد عليها بشكل قوي. لأن بنادم حاط رجله هنا ورجله هنا، قال الدولة بعد ما تجيب الله تيسير تلقى عندها تقبل تمشي لها. بهذا المنطق راه حنا مغاربة كنعرفوا بعضياتنا، ما بقاوش نكذبوا على الدولة ونكذبوا على الشعب. اللي عنده جنسية مزدوجة ما ياخذش مسؤولية على الخصوص في الإعلام. لأن عرفتي شنو هو الإعلام؟ الإعلام راه هو داك البواط نوار ديال الدولة، راه هو الواجهة ديال البلاد، واجهة ديال البلاد. ثم اللي غيترأس المجلس الوطني يجي من على الأقل إذا كان المصور مطلوب له كنطلبوا ليه المؤهل الجامعي، أش خصنا نطلبوا لرئيس المجلس الوطني؟ دكتورة حنا نقولوا يجيبها الماستر بلا دكتوره، والاعضاء ديالو يجيبوا لنا الازازات، يجيبوها الازازات ديالو. الله ينعل اللي ما يحشم، وبنادم الواقحه في وجهه كيتكلم معاك. وهذه هي الواقحه، انا كنسميها واقحه، ان الانسان ما عنده كتكمل كارو كطلب الناس يقطعوا الكارو راه مدير الصحه واحد الكارو انت الاول، اولا الانسان اللي بيته من الجاج وكيرمي الناس ارمي بيوت الناس بالحجر. انت بيتك من الجاج ما ترميش بيوت الناس بالحجر. انت ما قاريش ما تبوش الناس ما قاريش. انت ما عندكش مؤهل جامعي ما تبوش الناس ما عندكش مؤهل، جيبوا لي المؤهل الجامعي. انت علاش مخبي بعد واحد النقطه هي اللي غنخدم بها الاخوان؟ علاش هذه مده تصور دابا البطاقه الوطنيه ديالي هذه البطاقه الوطنيه ديالي ها هي، واش عمرها تبدلت في الحياة ديالنا هادي؟ البطاقة الوطنية واش عمرها كتبدل؟ هادي راه حياتي كلها كتموت، كنموت وكتبقى من ورايا هز زينة ولادي عند ولد ولا شوف علاش هز زينة ولا باش يدفنوني. هادي البطاقة الوطنية كتبدلش. تصور كل عام كيقول لنا جيبوا لنا قال لنا خذ كوبي البطاقة الوطنية ديالك جيبها لنا، نسخة من البطاقة الوطنية ديالك كل عام. ولكن المؤهل الجامعي ما كيقولش يجيب المؤهل الجامعي الجديد، لا 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 عاد الجديد لا خليك، علاش هادي 20 عام ممكن يقولوا الجديد ما يجيبش المؤهل الجامعي؟ غير الصحفي، علاش؟ لأن هما الأولين ما عندوش المؤهل الجامعي يحصلوا، غادي يحصلوا، غتقول المؤهل الجامعي يحصل، إذا غادي يبدا الجديد كل عام ولا حشومة؟ ف
فهما حيت كيحكموا قالوا حيدوا المؤيد الجامعي ما نجيبوش الجديد خليونا حنا. دابا هما باركين على اساس عندهم الجديد، فلهذا كيطلبوا منك حتى المؤيد الجامعي ونقصوا المدراء النشر بغا يطلبوا منه الجديد. دابا دابا راه بداو في واحد النص طلبوا منه الناس ديالنا، وباقي الناس اخرين قالت حتى شهر 8 غيطلبوا منه من جديد، بمعنى غيسقطوا ديك الماده ومشاو عند النيابه العامه، مشاو عند النيابه العامه وداو هذاك الفصل الماده 16 وقال له ودي شوف هذا راه ما يمكنش لينا مدير النشر عنده غير بطاقه، لا ما يمكنش راه خصك تكون عندك ازازه وكيما شو عنده بطاقه مدير النشر. قال لي لا اسمح لي لا تغير شي حاجه تغيرها في القانون، ولكن دابا هما دركوا على انها تغير في القانون، خدامين على انها في القانون الجاي حيدوها، بمعنى غيصوبوا قانون غيفصلوه على المقاس ديالو. اللجنه غادا تخيط القانون على المقاس ديالها، وهنا احيي لا سي دي تي احيي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، لان لما جيت للنقابه المقترح ديالها قالت لك انا ما نقدمش المقترح ديالي، لان الناس ما خصهم يقدموا لنا مشروع القانون يجيبوا لنا نناقشوه، عندو فيه الاراء ديالو والتصورات ديالنا، ولكن مجلس عزبه باش يقدم المشروع بغانا حنا نجيبوا المشاريع. لما يجيبوا المشاريع ديالنا في الشكارطه وحطوها ليه اش غادي يدير؟ غادي يحطها في سله المهملات ويدير المشروع اللي بغا هو، ويديه للحكومه يقول له راه قد ناقشنا وتحاورنا وهانت الناس اللي صيفطوا لينا والنقاشات وهذا صافي هذا الموضوع اللي غيكون ها المشروع اللي عندنا. وسي تقدر مع الفرق البرلمانيه وقدر مع الاحزاب اللي كتعرف وها الدار ان شاء الله وهذه نفتحوا هذا الشيء كامل غيتفتح كما السابق. هذا كما السابق هذا الشيء كله غيتفتح. حنا ما وصلناش لسيدنا في الفتره الاولى كانت الفتره غنصو بداتي داخل المقاوله الاعلاميه، والمتهاون هو رجل يعني ديال المحطه المراسل هو حاضر في ركن من في الجريمه وركن من اركان الجريمه، ولكن الخطير في الامر ربما تعرف على هذه النقطه وهي انه في اطار الدعم العمومي حددت الوزاره يعني الدعم والسلطات على المقاومه باش ما يكونوش فيها اكثر من مراسلين او ثلاثه من المقاومه المتوسط الصحفي اربعه، ولكن مراسلين هو طيب هذه المقاوله الاعلاميه كيف بدات تغطي لا حتى الجهه ما كانش مراسل ديال الصحفي لا حتى المراسلين لا هذوك الصحفيين الحر قالت واحد يعني كيف جوج بالنسبه للمتوسطه ثلاثه بالنسبه للحر كيف هذه المقاوله غادي تغطي حتى الوحد الجغرافي ديالها الترادي بمعنى انها هذا مخطط لانهاء فصل من فصول الاعلام ببلادنا وعلى راسه المقاوله الاعلاميه الصغرى. طرحت حال هذه القضايا تناولناها في يوم الدراسه التي نظمته النقابه الوطنيه للاعلام والصحافه في المستشارين، ورفعنا في شانه توصيات الى كافه الجهات الى الوزير المسؤول، ولكن ما عرفتش ان هذا الرجل من الجو طيحوا في الاعلام، هذا الرجل اللي دار اكبر خطا في حق البيضاويين واللي قام بتهريب المعرض الدولي للكتاب من الدار البيضاء الى الرباط. يعني بحال يعني وكان مدينه الانوار الاضواء يعني ما عندها حتى شي حاجه هزت عليها. هذه جريمه في حق الدار البيضاء وفي حق ساكنه البيضاء، وبالتالي اش غادي ننتظروا من هذا الوزير غادي يدير من اضافه اخرى؟ هذا التكنوقراطي محض سرف ما عنده علاقه بالاعلام لا من قريب ولا من بعيد، تمنى عليه القرارات وينفذها. انا تنحكم هنايا على التصريح ديال الحكومي امام البرلمان واللي كيسطر فيه البرنامج السياسه العامه ديال البلاد في 300 ولا 400 صفحه، يعني بحث جمله جمله وفقره فقره ما كاينش فيه ولا اشاره للاعلام والصحافه. ما يمكنش انه انت كتقول لي الاعلام كرافعه وانت مغيبو من التصريح الحكومي، بمعنى انه راه ما دخلش اي من الالتزامات العشر اللي التزمت بها الحكومه امام البرلمان امام المشرعين، فهذا خطا جسيم.
كان حاليا بالحكومه في التصريح ديالها ان الاعلام والصحافه حاضر. اليوم الحرب اليوم العالميه هي حرب اعلامي بالدرجه الاولى. ما يجري الان في غزه والجرائم الحرب الاباده اللي كتمارسها الدوله الصهيونيه وامريكا الغاشمه والغرب الاطلسي الامبريالي في حق الشعب الفلسطيني، الموت والاغتيال والتدمير على مدار الساعه. يعني ان الاعلام الغربي في امريكا واوروبا الغربيه والشرقيه كله كيحاول تزييف الحقيقه. شنو كانت النتيجه في غزه؟ ان مئات الصحفيين الفلسطينيين اللي كيقولوا الحقيقه كلهم توفوا، ماشي غير فقط الصحفيين وابنائهم واسرهم وعائلتهم، التدمير الشامل. هذه هي ضريبه الاعلام الصحفي. الغرب الان تفضح اعلاميا. المغرب الان في وضعيه اقليميه حرجه. المغرب الان اصبح خصومه كثر لانه اصبح دوله رائده، دوله الان اصبحت عندها حضور قوي في افريقيا، وهي الان تواجه مخطط للحصار عليها من قبل الجاره، من قبل جماعه الكفرانات وغيرها وجنوب افريقيا. اللي كان المغرب هو اكبر مزود ديال الاسلحه ايام الحرب ديال الحركه ديال التحرر ديالها. فالان المغرب في حاجه الى اعلان قوي، واعلان قوي وحاضر في مواجهه التحديات واكراهات المحطه وانتظاراتها. لا يمكن ان يكون باقصاء الاعلام الالكتروني، فهو احد ادواته واحد ركائزه الاساسيه. وبالتالي ما نغطيوش يعني بالغربال المصيبه الكحله، فيجب وقلناها ذلك في اليوم الدراسي بانه مساله الاعلام هي مساله وطنيه، ويجب ان تكون محطه نقاش ومحطه مناظره وطنيه كبرى قبل ان تكون مشاريع قوانين. يعني اشكر الجميع، وحتى نكون منصفين ونقدر هذا الحضور الكريم، سنفتح باب النقاش، سنستمع لبعضنا البعض على اساس اننا سنتخذ هنا قرار معركه نضاليه احتجاجيه، فمسيره تبقى فقط مناظرات التفسير والتحليل والمقاربات، ولكن علينا ان نتخذ هنا قرارا نضاليا صريحا في هذه الفتره الزمنيه الحاسمه والمصيريه. ولكن قبل ذلك سنستمع بقلب وصدر مفتوح لجميع الاخوه والاخوات، وليعبروا عن قضاياهم ومشاكلهم وتصوراتهم واليات المواجهه والتعبيرات الاحتجاجية. سنكون سعداء بالاستماع إلى كافة الأخوات والأخوة، وأفتح اللائحة. القانون ديال الصحافة والنشر كانت ديك الساعة الانسيابية، راه كان السي حراق، كان الأخ، كان السي لاجي، كان السي مسفاوي، كانوا الإخوان بزاف موطي إلى آخره، كانوا حضور، وكنا غاديين مزيان، وكان هذا القانون ما غاديش ينزل بهذه الطريقة. ولكن شكون اللي خدمنا؟ خرجوا من وسط منا وحدين، واحد الاقليه خرجت اتولت وهمس علينا هذه العزيمه كامله، ووصلتنا لما نحن عليه الان. هذا القانون اللي ولينا نقولوا عليه مشرف، ولينا نقولوا عليه راه منا، خرجوا وحدين، ودروك هما باغيين يرجعوا عندنا لما وصلت اليه الامور بالنسبه لهم، من حيث هذوك الضرائب اللي تكثرات عليهم، من حيث المصاريف، من حيث المتابعات، من حيث بزاف ديال الحوايج. انا اللي غادي نطلب من الاخوان ما تعكزوش وما تعياوش وما تقولوش واحد النهار بلا ما نمشي نحضر، راه كاينين الاخوان، راه واحد الا وقف عمر شي برد في واحد البلاصه راه غادي يكون المفعول ديالو كاين. ما لا ياتي بالنضال ياتي بمزيد من النضال. ما ربطوش يدينا وما نسكتوش، وهذا الشيء راه شي شويه خص نزيدو. انا كنامن بهذه القضيه ديال التصعيد. شكرا. الشباب بلادنا زينه، والله بلادنا زينه، راه
الرياضة أمام العالم، نحن في الدولة، الصناعة، الأسلحة، الاقتصاد، كل شيء. المغرب ولا كيضرب به مازال، إلا أن في الإعلام كيضرب به مخرب، والإعلام هو كل شيء. الإعلام هو كل شيء. عندنا الحلول، ما حنا كنضرب. كنا بنفس القضية، كنا مع ناس آخرين ديما كنشكلوا الدولة اللي كيقول لك خطر خايس، خاصك هذا، خاصك هذا، خاصك هذا. الدولة كنا نضمنوا راسكم براسكم. يلا هالمجلس صوبوا راسكم وتقادوا حنا معاكم. فالحين الإخوان ديالي اللي كانوا معنا، أشكر السي عكاك والله العظيم قال لي، أنا ديك الكلمة نقول، هذوك الناس اللي كانوا معنا في الميدان هما دابا اللي كاين هادشي، هما جبدوا الصحافة، هما داك اللوبير، هما داك الناس الآن ولاو كيحتفظوا بكل شيء. هما الناس اللي بغاو يديروا مقاطعة حزبية لوبية، دابا كلشي يقع في كلهم. ولهذا التواصل الخارجي كنشكر خونا النقابة السي حضامي، كنشكر السي الحراق اللي كنعرفو من زمان، راه التواصل الخارجي كاين، راه كيوصلوا شي اللي راه كيديو وكيوصلوا، وراه مشاو للبرلمان مستشارين مع السي حضامي مع الوزراء مع كلشي كيوصل. كيبقى التواصل الداخلي ولي ما عندناش حنا، حنا كنهضرو بعضياتنا بيناتنا بيناتنا، بيناتنا أنا وجهتي لا شفتها، ما بقيتش كنشوفها، من نهار دخلت مع السي تحرر عشرات مشاو، ولو شي أخرى كيقلب نفس بعضو، حتى كيحترق كيرجع عندنا هنا، ولا يبدأ المسلم من جحر إماراتي، أنا كنتلاقى بهم، الآن كيقلبوا واحد المسرح ضيقة ديالو. هذا التواصل بيننا، والمواطن أصلا الآخرين، ومشوا مع جهة أخرى. إذا ما نطولش، أتكلم حق كنشكر السي، كل السي الحرام، ولا السي حضامي، لأن التواصل في فقد الهضرة. راه الهضرة كتمشي، لي بارول سون بور، ميم لي زيكري كيمشي. راه ماشي التواصل فوق الأفكار، الأفكار كيتبدلوا. التواصل المشاعر، السي الحرام بعد يخرج من الميكرو، السي حضامي كيحط الطابلة. المشاعر، الأحاسيس ديالنا، هادشي خصو يكون عندنا. بلا غدر بلا خيانة، سي حداك ولا حضرتك تمشي تتكلم. يعني هادو اللي خاص يكون عندنا، الاستمرارية والاستمرارية والاستمرارية، ولعيبنا النظام رجعوا النظام، شكرا لكم جميعا. مسألة حالي الإطار جيدة 2024، تكلم على واحد المسألة ديال البطاقة المهنية، بالنسبة للبطاقة المهنية إلى رجعنا للقانون 883 في المادة 1 و 2 كيقول لك أنه البطاقة المهنية لمن يطلبها. واحد المادة أخرى كتقول لك أيضاً أنه من لا يحمي البطاقة المهنية الصحافة يعتبر منتحل للصفة. إذن هنا كاين واحد التناقض. التناقض هو اللي ربما ناخذ واحد المثال ديال الإعلامي رضوان الرمداني وحميد البهداوي، هو أنه في آخر تصريح ديال السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة خرج وقال أنه ربما رضوان الرمداني ما طلبش البطاقة وهذا إلى آخره، هذه حرية فردية ديالو هذه. ورجعنا ايضا للقانون كيقول لك انه خاص ولا تطلب البطاقه. الان كنلقاو ان المراسل الصحفي اليوم اللي عنده واحد الاقدميه ديال اكثر من 20 سنه ولا 30 سنه ممنوع من البطاقه الوطنيه كما قال السيد عبد الوفي الحرام. كنعرفوا ناس، انا شخصيا كنعرف واحد السيد كيبيع القوام مش عنده بطاقه في المجلس الوطني للصحافه، عكس هذاك المراسل او هذاك المصور الصحفي اللي قضى اكثر من 20 سنه ولا 30 سنه وكنحرموه من البطاقه الوطنيه للمجلس الصحافه. هذا مشكل كبير، هذا مشكل عويص. والمشكل ايضا حتى ديال ان اللجنه اللي غتكون في المجلس تكون متعزبه للاتحاد الشراكي، وهذا شنو العلاقه اللي عند الاحزاب السياسيه في المجلس الوطني للصحافه؟ هذه راه كارثه الاخوان، الله يجازيكم بخير. هذه المسائل راه خصنا كلنا كيف ما قال الاستاذ خصنا نوقفوا، ياك سي عبد الوفاء، خصنا نوقفوا قلبا وقلبا ونديروا اليد في اليد باش نهضوا بهذا، لانه حنا كاملين ضايعين، حنا كاملين في السفينه وحده. الى مشات السفينه لبر الامان غنوصل لبر الامان، ولا غرقنا غنغرقوا كاملين. دونك راه كارثه والله العظيم. واظن انه خاص ترجع العز، انا ربما نظرا للسن وهذا خاص ترجع البطاقه هي لوزاره الاتصال هي اللي تعطيها لنا، خاص تكون عندها واحد لافالور، تكون عندها قيمه تسينيال في وزير ماشي من سينيال كيف ما قال السي عبد الوفي الحرام، واحد الانسان اللي ما بلا ما نخوف هذوك التفاصيل دوبل ناسيوناليتي تماما، وزير او تكون الجريده اللي مخدمه هي اللي تعطيك البطاقه وتسلمك البطاقه. وشكرا جزيلا. عدم يعني في قضيه تغيير الحدود اللي طلبها الاخوان
هو الحوار، حوار بيننا كاين الطرفين، ماشي السلطاني جيبوا لي الملفات ديالكم وجبنا الاوراق ديالكم والهنود ديالكم، وانتم تقريبا السي الحراق والسي الحطاب ست شهور ما كيكادو في هاد الهنود باش انه يغيروا شي حاجه في هاد البلاد في مجال الاعلام، حتى كيتسرقوا هذاك الشيء وكيقول لهم بان احنا تلاقينا مع جمعيه المجتمع المدني، تلاقينا الان مع جهه الدار البيضاء، جهه العيون، جهه طنطان، تلاقينا معاهم دوك صافي امور ريادي. اما احنا اليوم المستوى الصحفي هو اللي خصو يخدم تقضي الحقوق ديالو وتعطيه الصرامه ديالو في البلاد، وما بقاش ضحيه، ضحيه المجتمع، ضحيه اي ايفينمون في المغرب كيمشي انه لا يساوي شيء. انتم لا تساوون شيء امام المجلس الوطني، انتم خارطه ممنوع من عمل الاعلام. مساله اخرى هي مهمه، هو ان الى المجلس الوطني طالب بان غتكون عندك اجازه، اجازه مدير الشركه اجازه، اذا المجلس الوطني شنو خصو يطلبوا لهم؟ كازاخستان عندكم هذوك الدول الان افريقيا عندك السنغال، رئيس المجلس الوطني ديالهم عنده الدكتوراه في الاعلام، دكتوراه في الاعلام. دابا انا حقي تقول لي اجازه مدير الشركه اجازه ومدير عنده باليسونس، اعطيني هذاك الان اللي كيسير المجلس، المجلس الوطني الصحافه يتوفر على الدكتوراه. ممكن اللي انت بغيتي تطبق نعم استاذ صافي ثم النقاش هي لا، والنقاش هو بان استاذ محترم المجلس الوطني الصحافي الصحفيين كلهم بينهم بكل صراحه كتلقى بان المجلس الوطني ديال المحامي كيدافعوا بعضياتهم، المرتقين كيدافعوا بعضياتهم، كلشي كيدافع على بعضياتهم، الا عندنا هاد هنا المصورين الصحفيين ما عندنا والو ما كندافعش، غير واحد كيتدخل كيمشي الامس كنضحكوا عليه، لان كيدافع حتى هو اعلامي، ما عندناش حنا مجلس يدافع عن حقوق الصحفي والمصور الصحفي والمراسل الصحفي والتقني والاعلامي، ما كاينش. سؤال كونفدرالية سي الحطاب الله يخليك، إذا كان ممكن سي الحراق فيما يخص انتخابات المجلس الوطني بغا البندقيتين عن طريق الغرف، انتخابات عن طريق الغرف على مستوى، ومسألة نقول لكم الصراحة كاين حيت عندهم اعتراف المجلس الوطني الصحافة، واش الصحافة في المغرب عندهم شي نادي كيديروا وليدات السياحة في الفاكونس، واش كاين هادشي؟ ما كاينش. الان تلقاو الناس عندهم كليب ديالهم، المحامين عندهم نادي ديالهم، والا الشعب الصحافه والاعلام ما عنده السياحه لا يساوي شيء، ما عندكش غير اللي يسوي في الوطن، ما عندكش حياتك، الوليد اللي فاكونس ما كاين والو، انت لا تساوي شيء. عندنا شي نادي، عندنا شعب بلا شي كومبلكس توريستيك اللي الناس تدعو الصحافه بلاصتو، الوطن ما عندهاش، والمراسل ما عندهاش، والمصور ما عندهاش، والمجلس الوطني ما خدش حتى باش يمتعوا الصحفيين، سي الحراك كوفيد راه حقه، انا الدكتوره وخدم كومبلكس توريستيك، سي الحطاب، سي الحطاب، سي الحطاب، معانا في النظام الشجابه بقيت تتعب، تتعب معانا ما تنام، نخطو في الدار البيضاء، وندير المال السياحي، وكوزيتو بالفرح، وليدو بالفرح، هذا مطلبات، هذا مطلبات صحفيين، ونصر فينا عشر مليون. أنا أتحمل مسؤولية تنظيمية هنا ومسؤول عن ما يجري هنا، وخطابنا هو خطاب نقابي، خطاب تقدمي، خطاب يساري، خطاب نقدي تصحيحي، فيجب أن نرتقي في خطابنا إلى مستوى تنظيمنا، وغير مقبول نهائيا المزايدات أو المجاحنات أو الطعن أو المس أو السب في أشخاص آخرين. نحن في معركة قانونية وتنظيمية مع المجلس الوطني، لنا قواعدنا ولنا آلياتنا ولنا أدواتنا التعبيرية لمواجهة كل سياسة التجاوز والترامي على الحقوق. هذا هو الخطاب، وما يمكنش اننا نجي هنايا ونخطو في الطابله داخل التنظيم نهائيا. احنا في جلسه في لقاء ديال تدارس ديال نقاش حقيقي موضوعي مسؤول واعي وقادر على خلق الحدث وصناعه المواقف.
باش ما ندعوش لهذه المداخله بشكل اخر في لقاء اخر. هذا الكلمه للاستاذ امام. النقطه الاولى تتعلق بقانون الصحافه والقوانين المقدمه للمهنه واللي كتاثر لجميع الصحفيين والمدراء والمقابلات الى غير ذلك. اللي كيف قال السي الحراق في مجال اللسان انها خصها الموضوع ديال النقاش وطني وتكون فيها ايام دراسيه ويكون فيها اشراك جميع الفاعلين وجميع المتدخلين باش يمكن الاخذ يعني معالجه المشاكل كامله اللي كاينه في القطاع بصفه عامه. يعني باش يكون الهدف من هذا القانون ماشي هو قانون تعجيزي او شروط تعجيزيه. اسمح لي هناك تدخل كنعاني مداخله دابا اللي قلتها محور الاخوان. اسمع شنو كيقولوا الرجل. تركوا لنا وحنا غنديروا لهم. لا كتخاف الشعب وما عندنا ما نديروا لهم. ولا انا قديم وانا درت 100 عام وانا كنصنع هادشي راه ما عندناش هنا بلاصتنا. هذا راس لا سي دي سي. مزيان. وقاني قوي ما يمكنش يقبل مثل هاد النقاشات في الفرق. بغينا بحال هاد النقاط سي نقيد النقاط ديالو قال لك الحوار الاجتماعي لقاء الحوار الوطني هذا غيكون هادي هو. اللي عنده ولا غير يتكلم يعطينا مقترحات شنو ممكن نقدمو. وشكرا. يعني في ظل هذا الحوار وهذا الاشراك وهذا النقاش الهدف ديالو باش يكون هو الرفع من الاداء الصحفي بصفه عامه والاعلام البصري وحلول للدعم ولاستناد المقاوله تخرج من الاكراهات اللي كتعاني منها الاقتصاد. النقطه الثانيه كتخص هذا كما جاء لسان كل سلعه هذا المؤثرين وهذا الروتينيين وهذا السيل الجارف ديال هاد المنصات دابا على مستوى التواصل الاجتماعي اللي هي الاقتصاديه ديالها ولا متعلقه بالمشاهدات والاكثر المشاهدات والاكثر هذا واللي عندها مداخل ولا كتفوق يعني ولا كتدخل مليارات خصها انها تخضع حتى هي للقوانين او انها كتخضع يعني السلطه ديال وزاره الاتصال والوزارات ما خصهاش تبقى مسيبه هذا في المحتويات ديالها الرديئه وفي هذا المستوى لان كما جاء لسانكم ان هناك جهات كتدفع باش انها تقوي هذا الجانب ديال هاد المؤثرين وديال هاد الرداءة وهاد المستوى الملحق وهاد المستوى الفضائحي على حساب لان هي المشكل على حساب الصحافة على حساب القطاع الصحافة بصفة عامة. وهذا اشكال ودرجة ان الوزارات الوصية سعات ان اعطتهم حيزات كبار وخرجت لهم ميزانيات كاع مجموعة من المؤثرين وباش ان نرجعوا الدور ديال الصحافة لان باش تستعد المكانة ديالها هي التأثير ديال المجتمع وتوجيه الرأي العام وتخليط الحياة العامة بصفة عامة لأن الدور أو أن القوة ديال الصحفي والقوة ديال الصحافة هي في تأثير المجتمع في النهوض به والتوعية ديالو لأن كتعطيه قوة كبيرة باش أنه هذه بالنسبة للنقطة الثانية. يعني أنا الناس اللي هما أنا هما كنسميهم هما لي سيكتور أنفورمي القطاع الصحفي راه سيكتور مهيكل ومنظم مفروض عليه شروط وقوانين وهادو راه غير مهيكلين وإذا بهم يأخذون كعكاكا ورحمة بهم. بالنسبة للنقطة الثالثة ودائما من خلال تدخلات ديالكم في إطار يعني الطرح ديالها جانب اللسان ديالكم هو هاد على التنافسية أولا هاد الأعداء الوطن دابا اللي ولات هاد مجموعة ديال المشاكل اللي كيعاني بها المغرب على أساس أنه دولة رائدة ودولة غادي تنضموا بها وأنها ماضية قدما في مجموعة من البنات التحتية. فإذا كان مثلا على ديك الجارة الأعداء خصوم الوحدة الترابية خصوم الدولة خصوم إذن واش حنا عندنا صحافة أو عندنا قطاع صحافة اللي غادي ينافس يكون على مستوى المنافسة ديال المحطات الفضائية يعني العالمية وهذه المحطات أو كيما تنقولوا كاين محطات فضائية كاين يعني خاص التزويد ديال الصحافة الوطنية بالآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة باش نقدروا أننا نكونوا كننافسوا على المستوى كيما قلنا الحرب الأخيرة أو الحرب الحالية هي حرب إعلامية على المستوى العالمي. يعني هذا الجانب ديال ان يعني خاص تكون القطاع الصحفي واحد الحمايه اقتصاديه يعني واحد التاهيل ديالو تقنيه والكترونيه وهذا هو الفكر. بالدارجه النوعيه بحكم انني مصريه الاصل وكنعيش في المغرب شكرا لكم على هذه الدعوه الكريمه لحضور مثل هذه الندوات هذه اللي جميله جدا حق الصحافه بصفه عامه وكنشكركم جزيل الشكر على الحرقه ديالكم على هذا الميدان وانتم يعني صراحة التمست من الكلام ديالكم عندكم واحد الحرقة وباغي تنهضوا بهذا الميدان اللي هو اللي من ضمنه مراسلين صحفيين إعلاميين إلى آخره
فبالتالي عندي واحد النقطة وهذه مناسبة أن الإخوة المراسلين والصحفيين الحاضرين بغيت نوجهها لهم، يا ريت تخاف بعين الاعتبار اليوم هما إمتى غادي نتحدوا حنا كمراسلين، لأن أنتم كتحرقوا علينا باغي تديروا شي حاجة، باغي توصلونا، باغي تعطيونا قيمة في وسط هذا المجتمع هذا، لأن لولا الصحفيين ما غاديش يكون والو. ألوغ إمتى غادي حنا نتحدوا بيناتنا؟ لأن كتمشي مثلا كيكون مثلا ندوة أو مؤتمر أو إلى آخره، كتلقى الصحفيين دازين غير بيناتهم، كتلقى الصحفي كيعايف صحفي آخر، يعني الأستاذ عكيف راه غادي يعرف هذه النقطة، يعني مثلا دخلتي شي ميدان ديال المحاماة أو الطب أو ما عندكش حق تهضر على شي محامي. إلا هضرتي كلشي نور ليك، كلشي النقابة ديالك كلها كانت نور، علاش حنا كنهينوا بعضياتنا بهذا الشكل هذا؟ أنا هذه أنا مع الأسف كنحاول ما أمكن كنبقى بصورة بعيدة جدا، يعني كنشتغل من بعيد لبعيد باش ما نطيحش في هاد المواقف هادو، لأنني شفتهم وقعوا أمامي، وكان يعني يا ريت من الإخوة الصحفيين، حنا هنا خوت، حنا يعني في ميدان واحد كيجمعنا كاملين، لولا الصحفي ما تكونش بزاف الحوايج في المغرب، لأن المغرب قائم بذاته على الصحافة والإعلام باش نوصلوا الخبر. ونقطة جميلة اللي قال السيد حراق بأنه يا ريت اللي غادي مثلا يشد المجلس يكون عنده جنسية واحدة اللي هي مغربية، فبالتالي باش يكون واحد الروح وطنية باش نقدروا ندافعوا على هاد البلاد، بحكم أنني أنا مصرية مغربية ولكن كنبغي المغرب أكثر من أي بلد ثاني، فبالتالي يعني خاصنا ندافعوا على هاد البلاد من أي كلام سيء كيتقال عليها أو أي حاجة سيء. هذه نقطة. النقطة الثانية كنذكرها لواحد الزميل معي اللي حضرنا هشام، كان قال بأنه مثلا ملي كتسمع صحفي ربما كيولي يقول لك حاجاك، علاش كيقول لك هذيك حاجاك؟ لأنه حنا هنا بعضياتنا، فبالتالي ديك الأخبار اللي ولات كتروج من بعض الخبر لا داعي للذكر بالاسم ديالها، أنه لو كينقلوا أي شيء على مستوى أننا بغينا نجبو المشاهدة. فبالتالي عفاكم الله يخليكم واحد فبالتالي ملي كنكونوا نجذبوا المشاهدة خصنا أي فضيحة أو أي حاجة خايبة كدير باش أننا نجذبوا المشاهدة، علاش ما نكونش مثلا منبر إعلامي محب كيدير لي شي حاجة اللي نظيفة كيعطي واحد الصورة، لأننا حنا كنصوروا البلاد، يعني حنا كنعطيو الناس برا صورة البلاد، يعني مثلا أي واحد هضرتي معاه على برا أش كيقول لك؟ يقول لك شوف الإعلام ديالكم أشنو فيه، شوف الإعلام ديالكم أشنو كيقول عليكم، شوف بزاف الأمور، يعني الصحافة كتهضر على راسها كتهضر على بلادها، فبالتالي يا ريت أننا نكونوا مع بعضياتنا ونتحدوا، والأساتذة تبارك الله راهم كيتحرقوا علينا، وهذا الشيء أنا نتنسوا المرة اللي فاتت ونتنسوا هذه المرة، ونتمنوا أننا دائما تكون ندوات بحال هكا باش أننا نوقفوا نديروا واحد التضامن فيما بيننا، وهذه فرصة جميلة جدا، وعجبني الحال أنني أنا من على فكرة يعني أنا من الناس اللي إن شاء الله غادي تنخاط اليوم في النقابة باش أننا نكونوا عندنا واحد يد واحدة، وكونوا عندنا يعني معتمدين هكا عندنا عمود واحد كيجمعنا كاملين. وشكرا لكم. أنا 40 سنة ومعايشتي لجميع التنظيمات النقابية المركزية والقطاعية، ما كاينش هناك تنظيم إعلامي نقابي كيف كاين كلاسيكي بما فيه النقابة اللي كتعتبر نفسها نقابة في مجال الإعلام. ليست هناك ممارسة نقابية، ولكن ما يسود فيها هو السياسي قبل النقابي، ولكن داخل الكونفدرالية النقابي قبل السياسي، والسياسي في قلب النقابي. من هنا كل المطالب وما حققته الشرينة المغربية في الاتفاق الاجتماعي الأخير والزيادة في الأجور فجاءت بفضل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأقول هذا بكل أمانة ومسؤولية، لأن وزير الشغل ما خرج من هذا المقر إلا في الساعات المتأخرة، الساعات يعني الصباح يعني ليلة فاتح الثمانية. وهذه الكلمة لسي نوح. وأنا كنسمع هذا النقاش دونك نحن في القطاع ديال الإعاقة وباش نوصلوا هذا بحاليا رفع الدم على 8000 عميل و 30000 شخص في وسط الإعاقة. إذا كنلاحظوا أن كاين واحد الاشكال اللي هو وطني ماشي غير القطاع ديال الصحافه. اذا هذه الدعوه السيد كان سنحرق على اساس اننا علاش ما يكونش واحد التكتل، سواء نحن الاخصائيين النفسيين والصحافه يكون يد واحده، لان احنا كنلاحظوا معنا كنعيشوا الحاليه. وهذه الدعوه ايضا انا كباحث الدكتوره اذا كان ممكن انني نخرط مع
الكونفدراليه باش ممكن تكون لي في مجال الصحه النفسيه. غير الصيغه القانونيه، الصيغه القانونيه المطلب هو صيغه قانونيه اما عن طريق التجريس اما عن طريق الجريده اللي كنشتغلوا فيها انها تكون ديك البطاقه تكون مرخصه عن طريق التجريس مثلا. هذه من جهه، من جهه ثانيه التكوين. حنا كمراسلين صحفيين كنطالبوا من المؤسسات اللي كنشتغلوا فيها باش اننا نتصق مع النقابات اللي كتعملها وتاطير بالمجلس باش انه يكون واحد التكوين مستمر لهاد المراسلين وهاد المصورين اللي عندهم سنوات ربما كانت الظروف ماديه ما عندوش امكانيه انه يمشي للمعهد او انه يمشي، وبالتالي تراكمات واحد التجربه كبيره يعني ما يعني الاغلبيه الان راه كلشي تعرف يصوت تعرف يدير المونتاج تعرف يحرر يعني كاينه تجربه كاينه خصنا فقط ديك التقطير تكوين مستمر وحبذا لو انه يكون تكوين مستمر معتمد من طرف الجهات المختصه والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للنقابه الوطنيه للصحافه والاعلام والنقابه والكونفدراليه المغربيه للناشرين المنضويتين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على هذا العرس على هذه المحطة النضالية الشجاعة. في حين تخلوا بعض النقابات على السياسيين والصحفيين لا زال الإخوة كتاب الكاتبين العامين يحملون مشعل النضال متحدين غير راغبين في 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 قضاء مصالحهم غير خاضعين للمساومات وغير خاضعين للضغوطات. ايها الاخوه سوف اكون مقصدا بالنسبه نحن الاعلام بصفه عامه هو ضحيه لصراع ولحرب سياسيه ينهجها المتسلقون والمتسابقون للمشهد السياسي المقبل ليس الا. وبالتالي كل هذا ديال بحال هذا النوع ديال الانسان كيكونوا برغماتيين انانيين للوصول الى الاهداف الخاصه حتى لو كلفهم ذلك السير على جثث الغير. ملي كنقول الغير كنقول الغير الاخر المخالف للراي. وصلنا الوقت هنا في المغرب ان الانسان ملي كتوصل تخاف من الراي كتولي عدو. لهذا ما بغيتش نطول صفوا الاخوان قالوا كل شيء من بعض الاقتراحات اللي كنبغي نصالح في افق الصيغ والاشكال النضاليه التي سوف نخرج بها في التوصيات اللي غناخذوها ان شاء الله. انا كنتمنى من بعض الناس شفت الحماس ديالهم هنا كنتمنى هذا الحماس يكون في حضور الحركات النضاليه ويكون في الحضور الى اقتضى الحال يكون في حضور الى اقتضى الحال باش الصيغ النضاليه ما يمكنش نحدوها دابا. تقدر توصل للوقافه الاحتجاجيه تقدر توصل الاعتصامات تقدر توصل الاداره عن الطعام والله اعلم. افق هذه الصيغه النظريه انا كنطالب من الاخوان نطالبوا بتحكيم ملكي اولا طالبوا بتحكيم موازاه مع هذه المحطه النظريه. تحكيم ملكي ان شاء الله غادي يكون فيه الخير. مشكل الجنسيه تروا السيد الحراق ومشكل مهم واللي راه ما كينحصرش غير في المجال الاعلامي. ماذا ننتظر من احد مستعد للهروب للوطن ان يكون وفيا لهذا الوطن حتى على مستوى على مستوى الوزارات كاين ازدواجيات الجنسيه على مستوى الحكومه ازدواجيات على مستوى الرياضه ازدواجيات الجنسيه على مستوى الجامعات الترابيه. هذا خونا مع وقت التنفيذ. وشكرا. احتجاجية سنحدد تاريخها لاحقا في الرباط أمام الوزارة الوصية وأمام المجلس الوطني للصحافة. هذا قرار النقابة الوطنية للإعلام والصحافة والكونفدرالية المغربية لناشرين للصحفنا الإلكترونية. وأعطي للأستاذ الحراق لإضافة بعض التفاصيل حول هذه المحطة النضالية التي ندعو فيها من هنا
جميع الصحفيين والمراسلين ومدراء النشر وكل من له غير على هذه المهنة، ولوضع حد لكل المؤامرات التي يتم التخطيط لها، وعلى رأسها ما يتم الإعداد له بسبق وإصرار من قبل تنظيمات سياسية بقرارات يتم إدماجها فيما يسمى مدونة الصحافة والنشر، وعلى رأسها أكبر مؤامرة وهو تشكيلة المجلس الوطني. ونحن نعلن رفضنا لصيغة المجلس الوطني في صيغته الحالية، ونطالب بمجلس وطني للصحافة خاص بالصحفيين. أما مدراء النشر فيجب أن يلتئموا في تنظيم خاص لهم، هذا هو مطلبنا. وكذلك النقطة الأخرى وهي وضع المراسل، وضع صيغة قانونية للمراسل والمتعاون الصحفي والتقني في القوانين. ونعلن كذلك بأننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لن نتقدم بأي مشاريع قوانين، ولن نتقدم بأي تعديلات فيما يتعلق بمدونة الصحافة والنشر، طالما أنها النقابة كنقابة تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم تتوصل بمشاريع هذه القوانين، وطالما أن هذه المشاريع لم تعرض على دائرة طاولة الحوار الاجتماعي مع الممثلين للصحافة والناشرين. قطاع وسيط أمام كذلك البرنامج الصاهر على مناقشة هذه المشاريع القوانين التي سيتسلمها من اللجنة المؤقتة. ونحن نتساءل كيف للجنة المؤقتة المشكوك في مصداقيتها لكونها أنها ستقيس قانونا على مقاسها، كيف لنا أن نثق فيها؟ فبالتالي فإن مشاريعنا نحن كناشرين سنقدمها على الخصوص للوزارة وللبرلمان ولاستئناس المجلس الوطني. فالهدف الأساسي هو أن نواب الأمة هم المعنيون بمناقشة مقترحاتنا وصياغتها الصياغة السليمة والصياغة النهائية، وليس المجلس الوطني. ومن هنا نقول لا للوزير ولا للقطاع الوسيط ولا للحكومة ولا للبرلمان، إننا نرفض أي مشروع قانون تقدمت به اللجنة المؤقتة التي الآن تمثل المجلس المؤقت. لماذا؟ لأننا بكل بساطة أنها ليست محايدة من جهة، ثم لقد فقدت فيها المصداقية. لماذا؟ لأنها هي أصلا لا تتوفر فيها الشروط حتى تكون لجنة أو مجلس مسؤول بالمواصفات المطلوبة لا داخل القانون ولا كذلك من طرف القطاع المهني. فبالتالي نقول أن هذه الوقفات أساسا بالنسبة للشق الذي اجتمعنا من أجل اليوم اللي هو الشق ديال المراسل الصحفي، هذه الوقفات ستكون على الخصوص من أجل الاعتراف بهذا الصحفي المراسل، من أجل تشريع وتقنين هذا الصحفي المراسل ضمن مقتضيات قانون الصحافة، علما أنه الآن كل شخص، كل صحفي، كل مراسل صحفي يعمل بمؤسسته لأكثر من سنتين ويعني مصرح به لدى الضمان الاجتماعي، من حقه الآن أن يرفع دعوة إلى القضاء الإداري من أجل التمتع بحقوقه، من أجل التمتع ببطاقته المهنية، لأن المادة الأولى من الفقرة الأولى من النظام الأساسي للصحفيين يخول له ذلك، والتي تقول أن اللي عنده سنتين من الخبرة وكان يعمل يقوم بتكوين مستمر، والتكوين المستمر يعني شواهد تكوين مستمر معروفة، وهي كتكون شواهد ديال واحد الدورة تكوينية، فهذا يكفي بأن يحصل على البطاقة. أما المطلوب بالمؤهل الجامعي هو الذي قضى سنة كاملة من الخبرة، فهذا هو اللي يمكن له أنه يدلم المؤهل الجامعي، بمعنى أن اللي عنده سنتين
وهو مع واحد المؤسسة بطبيعة الحال بشروط ديال المؤسسة يعني مديكلاري بيه في لاسانسيس باش يمكن له قانونا أنه يثبت انتمائه لتلك المؤسسة وقيامه بمهامه بتلك المؤسسة. لذلك نقول أنه يجب أن نعبئ جميع المعنيين سواء المراسلين أو مدراء النشر أو الصحفيين كلنا جميعا من أجل السهر ونحلوا عينينا بشكل كبير على أن القانون ما يخرجش بحال يخرج لنا القانون ديال 2016. القانون ديال 2016 اللي قبلنا ما نعرفوش أننا نسرحوا فرصة أخرى باش لا يلدغ كما يقول الحديث أو المثل لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. فبالتالي احنا ما يمكنش نرجع مرات وهاد الناس هادو كلهم عندهم مقاولات، هاد الناس عندهم مهن، هاد الناس كاينين في الميدان، هاد الناس كيمارسوا وبشهادة الإدارات المغربية إلا مشيتي لأي جماعة أو أي تراب أي عمالة أي إقليم وإلا كتقول عطيني الصحفيين ديالك كيجيب لك المراسلين هما اللي ولي كيحطوا لك مصفين حتى أمامهم كيعرفوا شكون هما اللي كيعملوا لدى هذه المؤسسة الإعلامية بالمنطقة عندهم. فبالتالي حشومة وحرام أننا نقصيو هذه الفئة العريضة وهذه الفئة اللي كتشكل القاعدة الأساسية.